المعارك لا زالت تتفجر في بعض المدن والشوارع السودانية، وأقصى خسائرها الأطفال وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة. غرفة غسيل الكلى المتواضعة هذه تغص بهؤلاء المحظوظين لتمكنهم من الوصول لتلك الأسرة والبقاء لساعات لتنقية دمائهم من الشوائب، فيما تسفك الدماء خارج المشفى في صراع لا ناقة لهؤلاء فيه ولا جمل. ولأن الحرب كعادتها لا تكترث لضحاياها الذين يتحولون لأرقام، فالاقتتال في محيط مشفى الأطفال في أم درمان لا يهتم بمغادرة آمنة لهؤلاء إثر انتهاء جلسات العلاج وكيفية عودتهم لاستكمال 3 جلسات أسبوعياً يخضعون لها جراء المرض، خاصة وأن المشفى يستقبل من يستطيع الوصول، ووصل بالفعل نحو 50 طفلاً مريضاً منذ اندلاع المعارك، وصلوا لكن من بعض الأحياء القريبة. بنعاني من حاجة واحدة، بنعاني من الطريق، يعني كعب النمرة الأولى، يعني المشاكل، والنمرة الثانية بعد ذاك يعني الظروف ذاتها خلتنا إنه شنو الواحد يصل وما يلقى البرسي الشافعي يعني على أساس إنه ياكل. 5 أشخاص فقط يشكلون الكادر الطبي الذي يقوم برعاية الأطفال المرضى على مدار 24 ساعة. يعني في كوادر ممكن دارية بادر ممكن دارية المستشفى، لكن ما قادرين وسيلة ما لقين وسيلة توصلهم المستشفى. برغم المشكلة دي برضو العيانين قد يكونوا محتاجين المستشفى، لكن برضو ما لقين وسيلة يصلوا بها. الحرب الداخلية منعت طفلا مريضا من الوصول لهذا الجهاز، فكان الموت بانتظاره، كما حرمه القتال من رؤية هذا الرسم لطفل آخر مر على سرير من تلك الأسرة وقبل مغادرته خص حائطا بالمشفى بهذا الرسم وأرفقه بجملة قصيرة: ابتسم للحياة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.